مساء النور للجميع، إن شاء الله تكونوا بألف خير وبألف صحة جيدة. شو مخبيت لنا الأبراج اليومية؟ رح نتابع نحن بالأبراج الأسبوعية العاطفية والأبراج الأسبوعية العامة، ودائما دائما بالأبراج الشهرية. أما الأبراج اليومية فباعتبار أنه مرق علينا سنة، وهذه السنة كنا على تواصل بالأشياء اليومية والأحداث اليومية، فباعتبار بشهر 9 صار عنا عيد الميلاد. رح نكتفي بالسنة لأنه صراحة شوي تعب لما بيكون كل يوم في التزام معين وفي شيء لازم يكون مخصص أثناء النهار. جربت على مدى السنة، التفاعل معكم كان جميل جدا ورائع جدا، وبتمنى يضل تفاعلكم معي في الأسبوعي العاطفي وفي الأسبوعي العام وفي الشهري وفي اختر كارت. نحن مبدئيا اختر كارت عم نعمله كل نهار أحد، نهار خميس رح يكون عندنا تنويع ما بين الأعشاب أو اللقاء المباشر. هذا الأسبوع الخميس عملنا لقاء مباشر فما عملنا أعشاب. ما تنسوا كمان تلاقولي على ميا الأعشاب والحياة، لأنه في تنويعات كتير وأشياء كتير، مواضيع كتير بتهمكم، بتهم الصحة، بتهم صحتكم، بتهم نشاطكم، جمالكم، علمكم، ثقافتكم، وأبواب كتيرة تتعلموها مع الأعشاب، مع أشياء فينا نحن نصنعها أو نعملها من الأرض. كمان بدي ألفت انتباهكم إلى قناتي الإنجليزية اللي رجعت هلأ عم جرب عيد بناءها وتشكيلها، لأني أهملتها صراحة خلال السنة باعتبار كنت عم بعمل الأبراج اليومية، ففي شيء أخذ من حق شيء. أعتقد أنه في ناس كتير بحبوا يسمعوا أشياء بلغات أخرى، وأنا حابة أقدم هيدا الشيء أيضا. شكرا كثير على ولائكم لإلي، بتمنى يستمر معي، بتمنى اسمع منكم ردات الفعل، الفيدباك وكل الامور الجميله. خلينا اليوم نشوف بكره الحمل شو عم بيصير معه. عزيزي وعزيزتي، الحمل يوم جميل ورائع بالنسبه لكم، اما علاقاتكم مع الاصدقاء والاصحاب فبكره من الايام اللي لازم تركزوا فيها على نفسكم. أنتم في الدرجة الأولى، بكرة عنوانكم لازم يكون أنا، لأنه بكرة ممكن تتعبوا شوي كتير شوي، أو يصير عندكم بعض الآلام والأوجاع العاطفية من جراء أحداث عم تصير بينكم، بين الناس، بين الأهل، بين الأولاد، بين العائلة. ممكن عم تأثر عليكم طريقة ما عم تعرفوا إنه هالأوجاع جاية من منبع عاطفي. بليز انتبهوا، وبتأمل إنه تكونوا عم تسمعوا لنصائحي دائما. كان في نصيحة أيضا حمل عملتها على المباشر في مقدمة الفيديو، بتأمل أنه تستفيدوا منها. شكرا للحمل عزيزي، وبتمنى حمل دعمكم دائما في الأبراج الأسبوعية والشهرية وجميع القنوات، هي الأعشاب والحياة ومية تارو لايف بالإنجليزي. شكرا عزيزي وعزيزتي مولود الثور. الثور تغييرات كثيرة على جميع الأحداث والأصعدة، تغييرات جميلة ومشوقة، أحداث رائعة، نوع من الفرح والسعادة يعود بكم إلى ذكريات الطفولة، مثل كأنه اكتشفتوا شيء أو تنورتوا بشيء أو بعلم أو بمعرفة أو بعمل أو بمال، فجأة عم تحسوا أنه أنتوا رفع عنكم ثقل كبير جدا. عزيزي وعزيزتي الثور، الأمور العاطفية بهالفترة يمكن شوي ملخبطة، ولكن التغييرات ستتم في خلال الشهرين أو الأسبوعين القادمين. ابتعدوا عن الأشخاص اللي بيحاولوا يسرقوا مالكم وحياتكم وحبكم في سبيل مصالحهم الشخصية، خصوصا هذه الشخصية اللي بتسمعكم شيء كلام وبتعمل شيء آخر. انتبهوا، بتمنى دعمكم بالأبراج الأسبوعية العاطفية والعامة وجميع قنواتي مية الأعشاب والحياة ومية تارو لايف اللغة الإنجليزية. عزيزي وعزيزتي مولود برج الجوزاء، بكرة من الأيام الجميلة السعيدة الرائعة بالنسبة لكم، دولاب الحظ معكم، تغييرات كثيرة، عندكم مجالات لفتح باب الرزق، مجال للزواج، مجال للخطوبة، ومجال لأمور خاصة كثير رح تقدروا تعملوها. أيضا علاقاتكم مع أكثر من شخص رح تحددوا فيها
من هو الشخص اللي أولى بمحبتكم أو بيستاهل تكونوا معه وممكن أن تستمروا إلى الأمام. علاقتكم مع الثور والسرطان جيدة وجميلة، وعلاقتكم مع الجدي فيها بعض من المنفعة المالية أو المصلحة المالية، وكذلك مع الحوت والعقرب. بالتوفيق عزيزي وعزيزتي مولود برج السرطان. البعض منكم عم بحس انه العمل لا ينصفه، تعبان بالعمل، تعبان بالعاطفة، تعبان بالإحساس، تغييرات كتيرة عم تصير معه في خلال هذه الفترة من ناحية العمل. أما من ناحية الحب والعاطفة فالأشخاص اللي ملتبهين أو هم بعلاقة مع أشخاص أصغر منهم عمرا أو ربما أشخاص أقل نضوجا ممكن تعانوا شوي، باعتبار أنه ما رح يقدروا يفهموا الفكر أو الشعور اللي أنتوا جايين منه. عزيزي وعزيزتي السرطان، كاش موني جاي لكم، لقاء جميل للبعض اللي حابب يعمل أو قدم على عمل ونجاح على صعيد الدرس. بالتوفيق للسرطان، بتأمل دعمكم دائما. شكرا لمتابعتكم اليومية، بليز ما تنسوا الاشتراك ايضا على مية الاعشاب والحياة ومية تارو لايف. بالتوفيق عزيزي وعزيزتي مولود برج الاسد. اسد، شو عم بصير معكم بكرة؟ بليز استمعوا الى مقدمة هذا الفيديو لحتى تطلعوا على بعض المعلومات المهمة بالنسبة لكم ايضا. سو أسد، غدا يوم جيد وجميل للسفر، للنزهة، للحفل، للنجاح، للتخرج، لأعياد الميلاد، ولنجاح ومكسب مالي كبير وعظيم جدا للبعض منكم. فئة منكم في بداية طريقها إلى مكاسب مالية جيدة ونجاح مالي ورفعة الشأن. بالتوفيق. وأيضا أسد، البعض منكم اللي مقدم على السياسة أو الانتخابات سيفوز، يعني أي شخص الآن منكم مقدم على هذه الأمور أو حتى رئاسة مكتب أو إدارة عمل ممكن يفوز. دولاب الحظ معكم بالأيام القادمة، لقاءكم مع النساء جيد بهذه الأيام، رأيتوا كتير عن قبل ومحبة كبيرة تأتي لكم عن طريق شخصية نسائية رح تدعمكم ماليا معنويا وعمليا. اتصالات كتير حلوة جاي لكم ونجاح في زواج أو علاقة تؤدي إلى الزواج. بالتوفيق للأسف. عزيزي وعزيزتي مولود برج العذراء. عذراء، أنت والشريك أو أنت والشريك بهالفترة عم تعانوا بعض الأمور من جراء دخول الشريك أو شك الشريك. إما أنتوا عندكم علاقة ثلاثية إما هن، بس على الأغلب هو عنده، وأنتوا عندكم نوع من الشك تجاه ما يحدث، وهذه الأمور مستعيدة معكم أبدا، عم تأثر على حياتكم. أو أوجاع بالرأس، أوجاع بالأقدام، أوجاع بالركب، أوجاع بالمفاصل بشكل عام. البعض منكم عم بيعاني من البرد أيضا في العظام أو الروماتيزم. عزيزي وعزيزتي العذراء، أمور العقارات وأمور العقود في الفترة بدأ اهتمام كتير كبير. عليكم أيضا بقراءة بعض الكتب وتعلم بعض الثقافات، هذا اللي الورق بنصحكم فيه في الأيام القادمة. عذراء، بليز تابعوا المقدمة، وشكرا لدعمكم، وبليز تابعوا معي على مية الأعشاب والحياة ومية تارو لايف باللغة الإنجليزية، والأسبوعي العاطفي والأسبوعي العام والشهري أيضا البرج الشهري. شكرا. عزيزي وعزيزتي مولود برج الميزان. ميزان، الحياة مختلفة معكم هالأيام، بلشتوا شوي تتغيروا، كم يوم كانوا رايقين هاديين حلوين وكنتوا مقتنعين باللي عم تعملوه، هلأ بلش يخل التوازن من ناحية التفكير، شو بده يصير معي ماليا، شو بده يصير معي عاطفيا، كيف تتغير الأمور، كيف تتحدث الأمور. بكل الأحوال الأمور ستتحسن إلى الأفضل، ورح يتم هذا الزواج بينكم وبين الشريك اللي أنتوا بدكم إياه طالما أهله أو أهلكم موافقون. كاش موني قادم لكم، تغييرات مالية جيدة، تقدم على صعيد المال والأعمال، نجاح بالدرس. بدي نبهكم من العناد، ابتعدوا عنه. علاقتكم مع السرطان فيها نوع من التفاهم والمحبة ولقاءات ناجحة. ميزان، بليز استمعوا إلى المقدمة، وإن شاء الله بشوفكم
بكرة بيختار كنز. عزيزي وعزيزتي مولود برج العقرب، العقرب الأمور المالية عم تحكم فيكم هالوقت بشكل كتير كبير، تغييرات على الصعيد المالي، تغييرات في الكاش فلو، طريقة وصول الكاش لإيدكم، في عقود مالية رح تمضوها أو سكوك مالية أو تجارة بالذهب أو تجارة بالحديد أو تجارة بالإسمنت أو تجارة أقمشة إن ما عم تحكوا فيها طبعا البعض منكم مش الكل اكيد هذا برج عام، وفئه منكم اللي عندها دراسه او عم بتتاجر بالدرس مثل عندهم مدرسه او عندهم معهد او عنده اداره، عم شوف ايضا في ارتفاع. الشيء الوحيد اللي تعبان شوي هو البعض منكم وجود عمل، يعني فيكم تفتحوا عمل خاص ممكن تلاقوا نجاح اكثر من اذا رحتوا فتشتوا على عمل. هذه هي الرساله لكم، كاش موني جاي لكم بالايام القادمه، تغييرات ايجابيه، بالتوفيق للعقرب. عزيزي وعزيزتي مولود برج القوس، قوس بليز استمعوا الى مقدمه الفيديو، شكرا على المشاركه، بليز تابعوني ايضا بالابراج الاسبوعيه العاطفيه، الاسبوعيه العامه والشهريه ايضا. واختر كرت. عزيزي وعزيزتي القوس، تغييرات مع الشريك، الشريك عم بحس انه انتم مش عم تعطوه من وقتكم، مش عم تعطوه اهتمام، ذهب اهتمامكم الى شريك او شركاء اخرين، او عم بحس انه ما في مصداقية في العلاقة. بدي انبهكم لهذه الامور لانه حيجيكم اتصال زعل، وممكن من جراء الاتصال تسكروا التليفونات بوش بعض او تعملوا بلوك او تعصبوا او تروحوا على البيت معصبين. من ناحية العقارات والبيوت والاعمال الوضع جيد جيد جدا جدا، اما السفر فمتأخر حاليا، وتغييرات على صعيد الاسرة، انتوا والاسرة ما بعرف يوم اصحاب مثل ما قلنا هذيك اليوم بالمباشر، كلمة بتحنن وكلمة بتجنن، لازم هن يختاروا الكلام قبل ما يحكوا معكم لان انتوا بتولعوا بسرعة. بالتوفيق للقوس. عزيزي وعزيزتي مولود برج الجدي، شو مخبي لكم بكره يا ترى؟ جدي ان شاء الله عندكم اشياء قادمه لكم جميله جدا، عطاء مالي او عطاء معنوي او علم جديد او ثقافه ومصاري قادم، بس مش بشكل كاش، في مثل شيء عقود عمل، شيء بيجي دائما، وايضا عندكم كاش ماني قادم بمحبه وسعاده عن طريق عملكم، لان نجحتوا باعمالكم واثبتوا بمجهودكم الرائع انه ممكن ان يكون هناك ثقه فيكم كبيره. عزيزي وعزيزتي الجدي، تغييرات دولاب الحظ معكم، نجاح فكري ثقافي واجتماعي، وسفر قريب، أنتم مراقبين من قبل بعض المعجبين أو الأصحاب أو صديق قديم حاول الاتصال، يمكن اتصل فيكم ما اعطيتوا وجه أثر الاتصال، ولكن كان ينوي أن يزوركم أو يشوفكم وجها لوجه، احتفال للبعض منكم وزواج وخطوبة. بالتوفيق علاقتكم مع الدلو الجوزاء العقرب الحوت والحمل والثور جيدة وإيجابية. عزيزي وعزيزتي مولود برج الدلو، دلو شو عم يصير معكم بكره؟ دلو صار خلاف، صار زعل، صار حزن ربما، او ربما هو قادم، ما تخافوا منه، بيرجع بتصلح، بتعود الامور الى مجاريها. تغييرات كثيره عم تصير معكم بهالفتره وامور كثيره، خصوصا للاشخاص اللي مهتمين بالاطفال، الوقت مناسب بكره من الايام الجيده، بس عم شوف عندكم القليل من الحزن، ما هو السبب يا ترى؟ الهجرة إلى مكان جديد أو بلد جديد ممكن تكون إيجابية، ولكن فيها تأخير وصعوبة بالحصول على الأوراق، وربما لا تأتي الآن، ممكن شهرين أو أكثر، شهر شهرين عفوا أو أكثر. بالتوفيق للدلو، بليز دلو اسمعوا إلى المقدمة. عزيزي وعزيزتي مولود برج الحوت، حوت قرارات جميلة داخل البيت تاخدوها في حياتكم الخاصة، نجاح بالدرس، نجاح بالمال، نجاح بالسفر عفوا، موازنة مالية للبعض منكم، عم بقرش بده يعمل، وين حيروح، شو حيساوي، ما هو مستقبله عفوا، وإلى أي اتجاه سيذهب. اللي انفصل عن الشريك أو ترك البيت أو ابتعد عن الشريك بسبب امرأة أخرى أو علاقة ثلاثية أو بسبب شريك أو شريكة لم يكونوا
ما كنتوا سعداء معكم، ما كانوا عم يقدروا يساعدوكم، ستتحسن الأمور وننتهي على خير، ولكن هذا الشريك رح يحاول إعادتكم بس غير صادق. عزيزي وعزيزتي مولود الحوت، لقاءاتكم مع الحمل الثور والجوزاء بهالفترة فيها بعض الصعوبات، ولكنها أميل إلى أن تكون جيدة. أما على صعيد الغنى أو العلو المقام المنصب، الوقت الحالي لازم تثبتوا وضعكم في العمل، وستنجحوا قريبا وتستلموا مركز عالي أو عمل جديد، أو تنتقلوا إلى عمل أعلى راتب وأفضل مكان. صحتكم جيدة بهالأيام، بتمنى لكم التوفيق. من اشتراك شير ولايك، تابعوني الأبراج العاطفية كل يوم الاثنين، والأبراج الأسبوعية العامة كل يوم أربعة، وتابعوا الأبراج الشهرية واستمعوا إلى مقدمة الفيديو. شاركوا معي بميا الأعشاب والحياة وميا ميا تارو لايف باللغة الإنجليزية. تصبحوا على ألف خير.